افتتحت أعمال الدورة التدريبية الثانية للكوادر المحلية الأفريقية بالقاهرة في مجال التنمية المحلية واللامركزية بالتعاون مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية. وأكد وزير التنمية المحلية محمود شعراوي على التوجيهات الرئاسية بالعمل على دعم جهود جميع الدول الأفريقية الشقيقة في مسيرة التنمية والبناء، مشيرا إلى أن القيادة السياسية تعطي أولوية قصوى لمساندة دول القارة في كافة المجالات التنموية وتوفير قدرات وإمكانيات كانت مصر المختلفة لتحقيق الرخاء والتقدم للشعوب الأفريقية، مع الاهتمام المستمر ببناء القدرات وتدريب الكوادر في العديد من المجالات. إن الدورة دي ما هيش دورة تعليمية ولا دورة بتاخذ في شكل التدريب اللي هو المباشر. احنا عملنا دورة قبل كده ونجحت جدا وكان تأثيرها قوي جدا، لدرجة ان في أفريقيا طلبوا ان احنا نعيد الدورة دي بقى مرتين في السنة او وخلافه. احنا بنقدم رؤيه مصر كمشروعات على كل المستوى كل القطاعات، وده اللي بيخلي الناس بتبقى شايفه الحاجه من منظور الخبره الكبيره اللي اتعملت او النجاحات اللي اتعملت في مصر. يجب علينا ان نطبق المدرسه المصري او النظريه المصريه في 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 بلادنا الافريقيه، فان دل على شيء يدل على الاهتمام الحكومة المصرية بقضايا الأفريقية. وده الدورة اللي أكيد إن نتعلم منه حاجات كتير، إن شفنا إنه أكيد التوقعات بتاعنا إن نتعلم عن استراتيجيات بتاع التنمية في كل المجالات. البرنامج والله برنامج جميل، يتحدث عن ديجيتاليزيشن، عن إيميجريشن، عن كثير سبجكت. ونحن نشكر الدولة الجمهورية العربية المصرية والوزارة الخارجية والوزارة التنمية المحلية للدعوة، والبرنامج والله برنامج جميل جدا. نشكر أخواننا المصريين للدعوة.